هل المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة هل هو في الحكم كحكم المساجد الأخرى التي تقام فيها صلاة الجمعة من حيث تحية المسجد؟ جزاكم الله خيرا. المسجد ما دام أنه مسجد وعد للصلاة فإنه يأخذ أحكام المساجد، فلا يجوز للحائض والنفساء والجنوب اللبث فيه، ومن دخله فإنه مستحب له تحية أن يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس. نعم.